رجل اعترف بوحدانية الله وأتى بشهادتين ولكن لم يعمل بها، فما حكم اعتقاده كحجة أن من أتى بشهادتين فهو مسلم ولو فعل ما فعل، وهل يعتبر من المسلمين فتعطى له الحقوق؟ لا ريب أن الشهادتين تقتضيان وفاء بالعمل وتطبيقا له، وهذا ما تؤذن به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن للشهادتين حقوقا ولا بد من الوفاء بهذه الحقوق. نحن نرى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. معنى ذلك أن هذا الإسلام الذي أسلموه تتبعه حقوق، فعليهم أن يلتزموا بهذه الحقوق. وكذلك في بعض الروايات: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أي بحق هذه الكلمة، حق لهذه الكلمة حق. ولذلك قال علماؤنا بأن الشهادتين هما الجملة، وهذه الجملة لها تفسيران: تفسير اعتقادي وتفسير عملي. فالتفسير الاعتقادي كل ما يجب أن يعتقده الإنسان مما يدخل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله، كل من ذلك يعتبر تفسيرا للشهادتين. ولذلك يكتفى إذا نطق بالشهادتين لا يسأل عن بقية الأشياء، لأن الشهادتين ترمزان إلى هذا. فإن لم تقم عليه الحجة بمعرفة تفسيرها، أي تفسير هذه الجملة الاعتقادي، فإنه يجزيه ما أتى به من هذه الجملة. وعندما تقوم عليه الحجة لا بد من أن يعتقد الحق فيما قامت عليه الحجة بمعرفته، إذ لا ينفس له أن يسأل بعد أن تقوم عليه الحجة. بعد ما تقوم عليه الحجة لا يتردد عليه، بحيث لو قامت عليه الحجة بمعرفة صفات الله أن الله تعالى سميع بصير عليم قدير سابق وجوده كل شيء، وأنه لا أول لوجوده وأنه باقي، هذه الأمور لا بد من أن يعتقدها. وكذلك ما يتعلق بأمور الآخرة، وكذلك ما يتعلق بعالم الملائكة، وما يتعلق بكل ما يتعلق بعالم الغيب، عندما تقوم عليه الحجة بمعرفة شيء من ذلك فعليه أن يعتقده. أما التفسير العملي فهو التطبيق لمقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإن من شهد أن لا إله إلا الله معنى شهادته هذه أنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا يعني أن الله وحده هو المعبود بحق، فإذا هذا أهل بينه وبين الله أن يعبده بحق. والعبادة ليست هي مجرد الإتيان بأركان الإسلام فحسب، بل ما يتبع هذه الأركان. العبادة تعني الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى، بحيث يخضع الإنسان لله تعالى خضوعا كاملا. وهذا كما قلنا مما يدل عليه الحديث إلا بحق الإسلام. وكذلك بالنسبة إلى الشهادة بأن محمد رسول الله، فإن هذه الشهادة تقتضي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله تعالى، بحيث لا يتردد الإنسان في الاتباع. فنحن إذا جئنا إلى كلمة الإسلام نفسها، كلمة الإسلام من حيث اللغة أو من حيث الدلالة اللغوية هي بمعنى الانقياد، يقال أسلم بمعنى انقاد وأذعن، أسلم بمعنى انقاد، وله أسلم من في السماوات والأرض، أي وله أذعن من في السماوات ومن في الأرض، هذا هو الإسلام. ولكن وإذا جينا إلى الدلالة اللغوية نجد أن الإسلام إنما هو أن يسلم الإنسان ظاهره وباطنه، عقله وقلبه، روحه وجسمه لله سبحانه وتعالى، بحيث يكون في كل شيء
حريصا على مرضات الله تعالى. هذا هو الإسلام المطلوب من الإنسان. ويدل على هذا قول الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإنسان يطالب أن يكون كل شيء منه لله تعالى. فالصلاة التي هي رمز العبادات لله تعالى، والنسك الذي له علاقة بأمور الدنيا أيضا مع جانب كونه تعبدا وتقربا إلى الله، يجب أن يكون خالصا لله، والمحيا يكون لله والممات يكون لله. هذا هو الإسلام المطلوب من الإنسان، لا أن يكون مجرد متظاهر بالإسلام أو مدعي للإسلام أو منتمي إلى الإسلام من غير أن يصدق ذلك بأعماله وأفعاله، إنما عليه أن يجسد الإسلام فيما يقوله وفيما يعمله حتى تكون كل جزئية من جزئيات حركاته وسكناته تجسد الإسلام. هذا الذي يطلب من الإسلام من الإنسان. ولا ريب أن هناك أحكاما فيما يتعلق بمن أتى بشهادتين ولم ينقضهما بإنكار شيء مما علم من الدين بالضرورة، وبين من ولكن مع ذلك لم يطبق مقتضى الشهادتين، وبين وهناك أحكاما تتعلق بمن أتى بالشهادتين وطبقهما. أما بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة بمن أتى بالجملتين ولم ينقضهما ولكن لم يطبقهما، فإنه بطبيعة الحال يكون من عامة المسلمين، بحيث يكون بينه وبين المسلمين التوارث، يورث ويورث، ويكون بينه وبين المسلمين أيضا أنه يدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه وتؤدى له حقوق موتى المسلمين وتؤدى له أيضا حقوق عامة المسلمين في الحياة، ومن بينها أنه يشمت إذا عطس ويسلم عليه ويرد عليه السلام، هذه حقوق عامة. أما الولاية فهي خاصة، أي الاصطفاء أو المحبة في الله تعالى بالموفين، بدليل قول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي هذه الولاية وما هي مقوماتها؟ مقوماتها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى من بعد في نفس هذه الآية الكريمة: يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فإذا لابد من استجماع هذه الصفات جميعا. ونرى أن الله تعالى بدأ هنا قبل كل شيء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قبل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحافظ على جوهر الإسلام وحقيقة الإسلام وتعاليم الإسلام، بحيث يصان الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سلوك كل واحد. إذ كل من حاول أن يشد ويبتعد عن الحق يرد إلى هذا الحق الذي ابتعد عنه بأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر. فلذلك بدأ بهم، حتى نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة إنما يحافظ عليهما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فلذلك بدأ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قبل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم ذكرت العبادة المالية، العبادة البدنية، وهي إقام الصلاة ليرمز بها إلى بقية الأعمال. ثم ذكر إيتاء الزكاة ليرمز بذلك إلى العبادات المالية. ثم تلي ذلك بقوله: ويطيعون الله ورسوله، مطلق الطاعة المطلقة لله تعالى ورسوله. ونحن نرى كيف جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى ما يدل على المباينة
ما بين المتقين وما بين الفجرة، مهما كان ولو كان فجورهم بمجرد المخالفة لأوامر الله تعالى من غير أن ينكروا هذه الأوامر أو من غير أن ينكروا ما علم من الدين بالضرورة. وحسبنا قصة ابن نوح. ابن نوح ماذا كان سبب المفاصلة؟ نوح عليه السلام قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. رد الله تعالى عليه: إنه ليس من أهلك. ليش؟ ولما لم يكن من أهلي؟ السبب في ذلك عمله. الله تعالى ما قال إنه كفر أو إنه ارتد أو إن قال إنه عمل غير صالح. هذه قراءة الجمهور، جمهور القراء. وقرأ الكسائي وهو أحد القراء السبعة: إنه عمل غير صالح. أي هذا السبب في كونك يجب عليك أن تتبرأ منه ولا تجعله من أهلك، لا تدعو الله تعالى له بأن ينقذ. إنه عمل غير صالح، هذه قراءة الكسائي. وقرأ بها أربعة من الصحابة رضي الله عنهم، رويت عن أربعة من الصحابة: إنه عمل غير صالح. وقراءة الجمهور: إنه عمل غير صالح. وكلتا القراءتين تؤديان معنى واحد. كذلك نجد أن الله تعالى يقول: لا ريب أن المصر على مخالفة أمر الله هو فاسق، لا يترجع ولا يتوب ولا وفاسق. ماذا قال الله تعالى في الفسقة؟ قال: فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فإن ترضوا عنهم فإن، ما قال فإن الله لا يرضى عنهم، قال فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. لما ذلك؟ هذا لأجل أن يشعر أن عدم رضاه سبحانه وتعالى عنهم لأجل الفسوق، لأنه كما يقول الأصوليون: الحكم على المشتق يؤذن بأن أصل ذلك الاشتقاق علة لذلك الحكم. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كذلك نجد أن الله تعالى يقول: ولك حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. وكره إليكم، ما دام هذا الأمر مكره إليه، هل من يأتيه يكون محببا إلينا؟ لا، علينا أن نكره من يأتيه كما نكره نفس الفعل الذي وقع. والأدلة على نحن إذا جينا أيضا إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلن البراءة ممن ارتكب المنكرات في كثير من الأشياء. كم من حديث ليس منا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا، من غشنا. وقال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك قال: أنا بريء ممن حلق أو صلق. هذا أيضا دليل على التبرؤ. وكم من أمثال هذه الروايات عنه صلوات الله وسلامه عليه، كلها تؤكد هذا الذي نقوله. ولا ريب أن الإسلام بالمعنى الذي يبتغى وبالمعنى الذي يراد، الإسلام بطبيعة الحال هو الوفاء بما أمر الله تعالى به. وقد يفرق بين الإسلام والإيمان بالنظر إلى بعض الاعتبارات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. إنما أراد الله تعالى بهذا أنكم ما آمنتم الإيمان، قولوا أسلمنا أي انقدنا في حكم الظاهر، بحيث جئنا بحكم الظاهر نحن منقادون. ولكن أما بالنسبة إلى الإسلام الحقيقي المطلوب والإيمان الحقيقي المطلوب، فإن الإسلام والإيمان كل منهما
كل منهما ضروري بالنسبة إلى الآخر. فالإيمان هو الحقيقة الباطنة للإسلام، والإسلام هو الظاهر أو الصورة الظاهرة للإيمان، هذه هي الحقيقة. فلا بد من الإيمان والإسلام. الإسلام يجسد في الظاهر حقيقة، يجسد في الظاهر معنى الإيمان، والإيمان هو والحقيقة الباطنة للإسلام. الإسلام الصحيح لا بد له من الإيمان. ونحن نرى في كتاب الله تعالى ما يدل على وصف المؤمنين الذين يسعدون بالفوز والفلاح، كيف وصفهم الله تعالى؟ الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ويقول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. هؤلاء الذين يعدهم الله بالفلاح ويقول: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. كذلك يقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعد عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله إلى آخره. ثم يبين صفات هؤلاء المؤمنين فيقول: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. حسبكم أن تنظروا إلى الوصف الأول، هذه 9 أوصاف توالت، لكن حسبكم أن تنظروا إلى الوصف الأول والوصف الأخير اللذين يكترفان بقية الصفات. الوصف الأول التائبون، ومعنى ذلك أنهم الذين يبادرون إلى التوبة عندما تقع منهم هفوة، والوصف الأخير والحافظون لحدود الله. فهذا هو الإيمان الذي تترتب عليه النجاة ويترتب عليه الفوز والسعادة يوم القيامة. وهذا هو الإسلام المطلوب، أن يكون الإنسان على هذا الوصف من الإيمان وعلى هذا الوصف، فهذه هي الاستقامة.